الفرصه للتلاميذ يكون يعبروا على الحلم ديالهم، كيفاش كيشوفوا هذا كاس العالم 2026، وغادي يعبروا على هذا الحلم عبر الرسم. المسابقه غتكون على مستوى كل مديريه اقليميه، كل جهه، ومن بعد ان شاء الله غادي نختاروا واحد العشرة، وطلبنا من شحال 12 باش ان شاء الله هذوك 12 اللي غادي يفوزوا. طلبنا من ذاك الكوميتي ناسيونال باش كيفاش نمكنوا لهم يمشيوا لروسيا يشاركوا في كاس عالم 2018. هذا انطلاقه اليوم في هذه المدرسه النموذجيه، درناها مع ليليون تورام اللاعب كره القدم الفرنسي، وايضا البطل المغربي نور الدين نبت. اللجنه الوطنيه لتنظيم كاس العالم اختارت واحد العدد ديال اللاعبين المشهورين على المستوى العالمي، منهم ليليون تورام، وليليون تورام اللي كيعبر على واحد القيم ديال التسامح ضد العنصريه، اللي بالنسبه لنا هذه رافعه للتعلم والتربيه ديال وليداتنا.